السلام عليكم متابعين ومشتركين قناة السكلت الأفريقي وصفحة محبين أسماك السكلت الأفريقي على الفيسبوك ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن مادة مهمة تستخدم في تربية أسماك الزينة وهي الملح. قبل استكشاف الأدوية والعلاجات الكيميائية سابقا، كان مربين أسماك الزينة يستخدمون الملح بصورة عامة لعلاج بعض الأمراض التي تصيب الأسماك. في البداية يجب علينا معرفة ما هو الملح. الملح هو كلوريد الصوديوم مضاف إليه اليود وبعض المركبات الأخرى حسب نوعية وماركة الملح. واليوم موضوعنا عن الملح المستخدم في أحواض المياه العذبة. ينقسم الملح إلى قسمين، النوع الأول ملح مضاف إليه يود، وصراحة قرأت الكثير من المعلومات على الانترنت وعلى بعض المواقع الأجنبية أن إضافة ملح يحتوي على يود مفيد للأسماك وكذلك مفيد للأجسام البشرية. أما النوع الثاني هو ملح خالي من اليود، وهو الأكثر شيوعا واستخداما في أحواض الأسماك. هنا السؤال، أي نوع من الأنواع الأملاح أستطيع استخدامه في حوض أسماكي؟ حسب تجربتي الطويلة في تربية أسماك الزينة، أستخدم ملح خالي من اليود بدون أي مشاكل. متى يجب استخدام الملح في حوض الأسماك؟ يجب إضافة الملح إلى حوض الأسماك بعد التبديل الدوري لمياه الحوض كل أسبوع. ما هي فوائد استخدام الملح؟ أولاً، يقضي على العفن والطفيليات ويساعد في معالجة جروح الأسماك إن وجدت. ثانيا، يجعل الماء أخف وأسهل للأسماك مما يقلل من إجهاد الأسماك أثناء التنفس، وكذلك يجعلها مرتاحة أثناء التنفس. ثالثا، يساعد في بناء مادة مخاطية على جسم السمكة ويحميها من الإصابات الفطرية الخارجية. رابعا، يرفع من مستوى عصرة المياه General Hardness التي تحتاجها بعض الأسماك أمثال السكلت الأفريقي. خامسا، يقضي على بعض أنواع الطحالب ويقلل نموها. ما هي الأسماك التي تحتاج إلى هذه الأملاح؟ أولا، السكلت الأفريقي، الكوبي، المولي، السوردتيل، البلاتي، الجولدفيش، وبعض أسماك السكلت الأمريكي أمثال سمكة الأوسكار والباروت والإيروانا، ولكن بكميات قليلة. ما هي الكمية المناسبة لإضافة الملح إلى الحوض؟ إضافة ملعقة طعام واحدة لكل 20 لتر، أو ملعقة صغيرة لكل 7 لترات، حيث تقوم بوضع الملح في قدح فيه ماء وتخلطه جيدا حتى يذوب الملح جيدا. الكثير من الأصدقاء يتساءل، هل الملح يتبخر داخل حوض الأسماك أو لا؟ الجواب، لا يتبخر. إذن كيف يمكننا التخلص من الملح داخل الحوض؟ يمكننا التخلص من الملح من خلال التبديل الدوري لمياه الحوض كل أسبوع. وهنا نرى الكثير من الأصدقاء يقعون في خطأ، وخصوصا هؤلاء الذين لا يقومون بتبديل الدوري لمياه الحوض كل أسبوع، وإنما يقومون بإضافة ماء إلى الحوض بدل الماء المتبخر، حيث أنهم يضعون الملح مرة ثانية.
مما يرفع تركيز الملح داخل الحوض، لأننا كما قلنا إن الملح لا يتبخر داخل الحوض. وأخيراً أحب أن أقول إن الملح سلاح ذو حدين، إن زاد تركيزه في الماء يصبح قاتلاً للأسماك، وكذلك إذا قلت نسبته في الماء أصبح قاتلاً أيضاً للأسماك. لذلك يجب علينا معرفة مقاديره قبل استخدامه. شكراً لكم على حسن المتابعة، ونراكم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.